السبوت على أي حاجة كويسة فتحية للرابطة اللي هي بنقول اللي القادم أفضل إن شاء الله وداخلين في كأس العالم الأندية كأس العالم الأندية النادي الأهلي بيستعدلوا استعداد كويس قوي لكن الحاجة المحيرة وأنا قلتها قبل كده في البرنامج أنا ما الإتحاد الأفريقي والإتحاد الدولي لمين هيروحهم ليه يعني إزاي يبقى في كأس عالم الأندية وبتشارك فيه أحسن أندية في العالم ودوله زي دوله الامارات ابو ظبي بتقدمه للعالم كله الله طب فين التنسيق ازاي يبقى في بطوله امم افريقيه شغاله وازاي يبقى في كاس العالم للكاس للنش... العالم الانديه هيشتغل والنادي الاهلي لعبته هنا وده هنا وفي ماليش دعوه الانديه الثانيه بتكلم على الانديه المصريه الله فين الاتحاد الدولي هو زي ما قلت لكم الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي كل واحد فيهم بيفكر ان عايز يجمع فلوس الفلوس ده هيجمعها على حساب مين؟ على حساب اللاعبين ديت. اللاعبين دي بتلعب امم افريقيه ومحتاجين يطلعوا من الامم الافريقيه دي علشان خاطر يستريحوا شويه لان اجهاد وهتكلم على الامم الافريقيه. وفي نفس الوقت كاس عالم انديه، كاس عالم انديه ده ده بيصنف النادي على مستوى العالم. النادي الاهلي بعد نادي ريال مدريد، يعني النادي الاهلي يعني اعلى من انديه زي برشلونه وليفربول وانديه وتشيلسي كل انديه العالم وباريس سان جيرمان كل الكلام ده كله النادي الاهلي اعلى من الناس دي كلها فليه اتحاد يا دولي واتحاد يا افريقي تحرموا النادي الاهلي او اي نادي اخر انك تظبطوا البطولتين يتاجل دي شويه يتاجل دي شويه انما كل واحد حسب رايه هو عايزه ايه اتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الرحمن ان العيلة بتاعته تتجمع بسرعه واللي موجودين زي ما قلت لكم اي لعيب من لاعبين النادي الاهلي سواء الناشئين او الموجودين بيلبس التيشيرت فالتيشيرت دي, دي حاجه كبيره جدا عند الناشئين